مشهد تحليل جديد من مشاهد النيل الأخبار، أهلا بكم. هذا المشهد يأتيكم تحت عنوان ارتفاع حدة الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان رغم إدانة الجنائية الدولية لنتنياهو. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من غاراته اليومية على لبنان مخلفا عشرات الشهداء يوميا، فلا تكاد تخلو منطقة بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت من الاستهداف بشكل يومي، كما تشارك البوارج الحربية في قصف الخط الممتد من محيط مدينة سور حتى الحدود الجنوبية للبنان في خطة لا يبدو هدفها تفريغ هذه المنطقة من سكانها وخلق حالة احتقان تفجر الأوضاع الداخلية في لبنان. في قطاع غزة كثفت إسرائيل من عملياتها العسكرية في الشمال في مسعى لإفراغه من سكانه، في حين تتزايد وتيرة القصف يتزايد معه سقوط العشرات من الشهداء، تصعيد يتزايد بعد إحباط واشنطن لقرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة وبرغم إدانة المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية لا مبالاة إسرائيلية وتصعيد يومي، فهل بات علينا أن نقبل استمرار هذه الحالة حتى تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أم أن حكم الجنائية الدولية يمكن أن يخلق مناخا لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه الحلقة مع ضيفنا وضيفكم الكريم الأستاذ محمد الأنور، الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام. برحب بك أستاذ محمد. أهلا يا أستاذ أيمن. نبتدي مع حضرتك النقاش بعد أن نتابع تقرير حول هذا الموضوع، تابعونا مشاهدينا الكرام. بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت. وأشارت المحكمة إلى وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على قتل مدنيين عمدا، وأن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع كسلاح للحرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية. أثار إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت ردود فعل دولية متباينة. ففي حين رفضت الولايات المتحدة القرار بشدة، دعت دول أخرى إلى احترام استقلال المحكمة وتنفيذ قراراتها. وعلى النقيض من الولايات المتحدة الأمريكية، دعا الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية إلى احترام قرارات المحكمة. قال جوزيف بوريل ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن القرارات ليست سياسية ويجب تنفيذها. وفي هولندا أكد وزير الخارجية احترام بلاده لاستقلال المحكمة والتزامها بنظام روما الأساسي. أما فرنسا فوصفت الوضع بأنه قانوني معقد دون تحديد موقف واضح. وأشادت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بمذكرات التوقيف معتبرة أنها تؤكد أنه لا أحد فوق القانون. ودعت شخصيات ودول مثل رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الدفاع الإيطالي لاحترام القرارات، مؤكدة ضرورة التزام الدول الأعضاء في المحكمة بمساعدة المحكمة في تنفيذ أوامرها. وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية. المحكمة الجنائية أكدت أن قبول إسرائيل باختصاصها غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا. من جديد لحضراتكم التحية، والتحية موصولة لضيفنا وضيفكم الكريم الأستاذ محمد الأنور، الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام. من جديد لك التحية أستاذ محمد. وبداية كيف قرأت قرار المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بتوقيف أو باعتقال نتنياهو وجالانت، طبعا من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية، وتأثيره على حالة الصراع العربي الإسرائيلي من وجهة نظرك؟ أولا لابد من الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أو قرارها الأخير هو رسالة بأن هناك أملا في المجتمع الدولي في ظل حالة التجاهل وفي حالة التعمد وفي حالة تجاهل المواثيق والأعراف الإنسانية والأخلاقية بما فيها القانون الدولي. ولكي لا يتداخل الأمر على المشاهد الكريم، فهناك فرق بين محكمة العدل الدولية وبين المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية محكمة موقعة وفقا لبروتوكول روما، اشترك فيها حتى الآن أكثر من 124 دولة، بدأ تنفيذها الفعلي في 1 يوليو 2000
2002. هناك بعض الدول اشتركت في هذا النظام، والبعض الآخر لم يشترك، خاصة الولايات المتحدة والصين وروسيا وغيرها. بالنسبة لولاية المحكمة الجنائية الدولية، هي تختص بجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم التي تضال المجتمع الإنساني، وهي اتفاق وقع في روما بين هذه الأطراف. هذا القرار الأخير هو يعني رسالة قوية واضحة بأن هناك رمقا أخيرا في الإنسانية من خلال قول الحق. المحكمة أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالنت وزير دفاعه السابق، بناء على أربعة اتهامات فقط، وهو يعني من الإطار الخفيف وليس الثقيل، الذي لا يتوافق مع الجرائم التي ارتكبت في غزة وفي لبنان وفي غيرهما. ووجهت أيضا في نفس الوقت 11 اتهاما لقيادات في حماس على رأسها الشهيد هنية ومحمد الضيف وغيرهم من القيادات الفلسطينية، 11 اتهاما، اتهامات من العيار الثقيل. ولكن في المقابل نجد ردة الفعل هذه من قبل الحكومة الإسرائيلية. القرار هو استجابة لما يمكن تسميته تحديدا بالرأي العام العالمي، ليس الرأي الرسمي ولكن الرأي الشعبي، الرأي الشعبي الذي عبر عن نفسه في المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مدريد وفي لندن وفي باريس احتجاجا على هذه الجرائم. نتمنى أن تكون هناك الكثير من الخطوات أو قرارات أخرى، خاصة وأن الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية أمامه الكثير من الملفات المقدمة من جنوب أفريقيا التي تضامنت معها مصر والعديد من الدول في الجرائم، وهذه الجرائم تطال شخصيات من القيادات العسكرية والجنرالات الإسرائيليين. نتمنى أن يمتد هذا الأمر الذي يعبر عن الضمير الإخلاقي العالمي الشعبي وليس الرسمي كما سبق وأن ذكرت، إلى الكثير من القطاعات الأخرى، وهو في نفس الوقت يعطي رسالة للجميع بأن هناك حالة من الرفض لهذه الجرائم، وهذه الجرائم هذا الرفض لابد أن يمتد إلى الكثير من الأمور والإجراءات التي تشمل ليس القيادات الإسرائيلية العسكرية أو السياسية، ولكن تشمل ما يتعلق بإسرائيل كدولة، لا ليس للضغط عليها أو محاصرتها من أجل سبب آخر، ولكن من أجل وقف العدوان ووقف الحرب ووقف التغول في الدماء الأبرياء، سواء في فلسطين المحتلة أو في غيرها من الأمور. بالنسبة للحكومة الإسرائيلية وردة فعلها، الجميع يعني تابع ردة الفعل، وأنها تنتظر إدارة ترامب ولا تعبأ بهذه الأمور، ولكن في المقابل على المجتمع الدولي أن يكثف إجراءاته للضغط على الحكومة الإسرائيلية، سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الفعلية، بعدم مرور السفن، بعدم إرسال أسلحة، وهو الأمر الذي بدأ في بعض الدول على استحياء وليس بصورة مباشرة واضحة. نتمنى أن يكون هذا القرار فاتحة للكثير من الإجراءات من الدول، وهو في النهاية تتويج للأمانة لجهود الكثير من الدول على رأسها جنوب أفريقيا وأسبانيا والبرازيل ومصر بالضرورة، والعديد من الملفات التي قدمت بهذا الشأن، وهو ما يعطي مبرر أخلاقي وفعلي ورسمي للكثير من الدول للتحرك رسميا بإجراءات على الأرض الواقع ضد إسرائيل. إذا كنت حضرتك يعني فصلت نوعا ما بين الشعوب والدول، وأشرت لأنه القرار ربما جاء استجابة لرد فعل شعبي عالمي أو الرأي العام العالمي، وأنه ردود فعل الدول على استحياء، أتساءل هنا هل يمكن أن يكون هذا القرار ممهد لوقف تصدير السلاح لإسرائيل؟ هل يمكن أن يكون ممهد ودعوة إلى الداخل الإسرائيلي بألا تنتخبوا مثل هذه الحكومة مرة ثانية؟ هل يمكن أن يكون ممهد بشكل أو بآخر لوقف إطلاق نار في المدى المنظور؟ نحن نتمنى أن يكون هذا القرار ممهد للكثير من الأشياء التي تحقن الدماء على الأرض وتلجم العدوان الإسرائيلي، ولكن بكل أسى وأسف عندما نتحدث عن الرأي الشعبي العالمي والرأي الرسمي العالمي، فكما سبق وأن أشرت هناك ازدواجية وهناك يعني اختلاف وعدم تطابق بين الرأي الشعبي
العالمي المتمثل في المظاهرات والحركات الاحتجاجية التي تدور. أما الرأي العام الرسمي من خلال الحكومات ومجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية فهذا الرأي يتم أو تتم مصادرته من خلال الإجراءات الرسمية وعلى رأسها الفيتو الأمريكي الذي أكثر ما أكثر استخدامه والذي كان سببا في إسقاط أو سقوط أو عدم التصويت يعني الاعتراض على القرار الأخير بوقف إطلاق النار في غزة والذي استخدمت ضده الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو وأفشلت هذا القرار. نتمنى لا نتمنى ولكن لا بد من إجراءات على أرض الواقع خاصة مسألة تصدير السلاح. هناك الكثير من الدول التي حظرت مرور السفن وحظرت تصدير السلاح وهناك أيضا حركات احتجاجية شعبية وما حصل أو حدث في مباراة كرة القدم في أمستردام أو في باريس أو في غيرها المسألة لا تتعلق بمعاداة الشعب اليهودي أو السامية اليهودية. نكرر أنها ديانة لها كل الاحترام والتقدير ولكن على الممارسات الصهيونية المتطرفة الديانة اليهودية لا تدعو إلى ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا تدعو إلى التهام الأراضي ولا تدعو إلى سفك الدماء تحت دعاوى توراتية. أما بالنسبة للرأي العالمي الرأي العام أو رأي الداخلي الإسرائيلي هناك التفاف وتطابق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وفي اعتقادي أن من يراهن على الرأي العام الإسرائيلي واهم لسبب لأن هذا الرأي العام يعبر عن نفسه. أنت تتحدث عن حكومة إسرائيلية تسيطر على الكنيسة المنتخب شعبيا هذه الحكومة أقطابها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء وسموتريتش الرجل الثاني وغيره كلهم ينتموا إلى الأحزاب الدينية وفور صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية وجه بهجوم تحركات وانتقادات ودعوات وغيرها من الأمور بجانب الإجراءات التي تتم على الأرض وآخرها أنه ستتم مصادرة الأراضي أو ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل فضلا عن رفع الولاية الجنائية أو عدم محاسبة المستوطنين اليهود أو الإسرائيليين في الضفة الغربية ضد على الجرائم التي يقومون بارتكابها ضد الفلسطينيين في مزارعهم وفي بيوتهم والتي نراها يومها. إذن المراهنة في اعتقادي المراهنة على أن الرأي العام الإسرائيلي سيتغير وسيضغط على بنيامين نتنياهو في اعتقادي أن هذا رهان خاطئ وخاسر وتكراره لا ينم عن أي معرفة بما يحدث على الأرض وبما يحدث من يعني في ترجمة خاصة وأن كل الأمور داخل إسرائيل الآن بكل أسى وأسف ومع الولايات المتحدة الأمريكية سواء كانت الإدارة الجديدة أو الإدارة القديمة تدار من منطلق الصهيونية اليهودية بمعنى أدق أن هناك نظريات وأمور وارتباطات وتحالفات بعيدة كل البعد عن أرض الواقع. بنيامين نتنياهو قدم نفسه على أنه المخلص للشعب اليهودي المؤسس الثاني لدولة إسرائيل وهناك حالة من الالتفاف الشعبي الكبير. نتمنى أن تنجح الجهود أو المجهودات أو الضغوطات أيا كان سماها ما شئت في أن تصل قناعة للرأي العام الإسرائيلي بأنه لا أمان للشعب الإسرائيلي أو في دولته إلا بإحلال السلام الدائم لجميع الأطراف سواء كانت هذه الأطراف فلسطينية أو غير فلسطينية لتعيش المنطقة في أمن. متى يصل الرأي العام لهذه القناعة؟ في اعتقادي أن الوقت مبكر خاصة وأن الرأي العام الإسرائيلي الذي قدم ويقدم ضحايا أيضا يوميا لديه رؤية معينة للأسف يعني لم تنجح كافة الضغوطات سواء العسكرية أو الاقتصادية في الوصول إلى قناعة بأن الشعب الإسرائيلي الآن بحاجة إلى السلام مع نفسه أولا ومع جيرانه. لم يؤذن أو لم يرحب بهذا القرار إلا حركة السلام الآن الإسرائيلية. أما كافة أقطاب المعارضة اليمين الوسط اليسار كلهم تضامنوا مع مع نتنياهو ونتنياهو الآن يصير كما حضرتك قلت لسه الوقت مبكر. نرجع نكمل في نقاط أخرى لكن بعد أن نتواصل مباشرة من رام الله مع الدكتورة تمارا حداد الباحثة في الشؤون السياسية. مساء الخير دكتورة تمارا. مساء الخير تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة ولضيفك الكريم. دكتورة تمارا بطبيعة الحال نتنياهو علق على قرار اعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية بأنها معادية للسامية ومصادر في حكومته قالت أنهم بصدد دراسة هذا القرار والرد عليه بما يحمل من إجراءات يعني تنفي أو تدافع عن هذا الاتهام.
التساؤل هنا لحضرتك مع إبطال الولايات المتحدة الأمريكية لمشروع قرار بإيقاف إطلاق النار أيضا في غزة مجددا رغم موافقة 14 عضو في مجلس الأمن عليه، لكن هل تحمل هذه القرارات وسواء قرار المحكمة الجنائية الدولية أو القرار الذي لم يصدر عن مجلس الأمن واستمرار إسرائيل في اعتداءاتها في غزة وفي لبنان أن المشهد سيظل على ما هو عليه حتى مجيء ترامب وعندها يمكن أن يتطور أو يتغير؟ طبعا سؤال مهم جدا يأتي في أكثر من شق. هل أن نتنياهو سوف يردع هذا القرار؟ لا، لن يكون هناك رادع. نتنياهو يعني يستغل يعني قرار محكمة الجنائية الدولية رغم أنه مهم كواقع فلسطين، نعتبره أنه قرار تاريخي وصدمة وضربة دبلوماسية وصمة عار بالنسبة لنتنياهو، بالإضافة لوزير جيشه السابق جالنت. لكن نتنياهو كطابع يمين متطرف ودائما يستغل هذه القرارات من أجل مصالحه، بمعنى أن يستمر في عملية استغلال رواية معاداة السامية، وهذا ما أشار إليه نتنياهو أن هذه محكمة الجنائية الدولية تعادي السامية، رغم أن محكمة الجنائية الدولية يعني أشارت يومها أمس إلى مصداقيتها في واقع البعد القانوني والبعد التعامل، مع ان نتنياهو كون ان نتنياهو بالفعل وجالنت هم يقومون بجرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين، لذلك يستغل هذا الامر للشارع الاسرائيلي، للشارع الداخل الاسرائيلي. وللاسف ان الشارع الداخل الاسرائيلي اصبح الان اليوم يتطور من يمين الى يمين اكثر تشددا، والدليل ان اليوم تم اخراج قرار بعمليه من قبل وزير الجيش الاسرائيلي ياسر كاتس، ووزير طبعا استلم بشكل محدد ويعني وزير جديد، الذي فك القانون او الاعتقال الاداري، بمعنى ان عمليه هذا القانون الذي كان قبل عملية رده اليوم أو إبطاله يؤسس نوعا ما من ازدياد حالة التطرف في الضفة الغربية، بمعنى عند إزالة الاعتقال الإداري عن المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية هذا يساهم نوعا ما في ازدياد حالة العنف تحديدا ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالإضافة لاتباع أسلوبهم في أرض قطاع غزة. أعتقد أن الشهرين القادمين سوف يتم ازدياد حالة الوتيرة المتعلقة سواء كان على مستوى قطاع غزة أو حتى على مستوى منطقة جنوب لبنان، والدليل أن على ما يبدو زيارة أمس وكستين هي فشلت، يعني عندما يتم استمرار القصف الجوي وبحدة عالية جدا على منطقة الضاحية ومنطقة جنوب لبنان، إذا المشهد واضح تماما أن خلال الشهرين القادمين قبيل تسلم ترامب سوف يريد استمرار نتنياهو حتى يحقق الأهداف التي يتم الإشارة إليها، وهو إعادة ما يسمى الحكم العسكري أو الاحتلال المباشر على أرض قطاع غزة، ثم إعادة إيكالية قطاع غزة من جديد، ثم عملية أن يكون هناك يعني تغيير جغرافي وديموغرافي لأرض قطاع غزة. وهذا ما يحدث اليوم في الضفة الغربية. الضفة الغربية هناك استمرار الاستيطان بشكل تدريجي على أرض الواقع، يوميا يتم وضع خطط استيطانية على المناطق المصنفة سي، بالإضافة إلى محاولاتهم بناء شوارع وطرق في الضفة الغربية، تحاول قدر الإمكان هذه الشوارع أن يتم عملية امتدادها وربطها مع المستوطنات حتى تمتد إلى دولة إسرائيل. إذا الواقع يتحدث بشيء والإعلام يتحدث بشيء آخر. فيما يتعلق منطقة جنوب لبنان، هم يحاولون قدر الإمكان الاستمرار في نهجهم حتى يتم محاولة القضاء لو 70% أو 80% حسب الواقع الإسرائيلي ما يفكر القضاء على حزب الله وإبعاده كليا عن منطقة، ليس فقط ما بعد نهر الليطان وإنما إضعافه بشكل كلي، ثم سوف يكون هناك فتح جبهة ثالثة المتعلقة بسوريا إذا لم ينجح الواقع عملية إيصال الإمدادات أو لم تتوقف الإمدادات السلاحية من سوريا إلى لبنان. فبالتالي ما يحدث اليوم على أرض الواقع أن هناك نهج مماطلة من قبل نتنياهو حتى يأتي ترامب سوف يأتي بسياسة، وعلى ما يبدو أن الإدارة بايدن الديمقراطية الحالية هي تحاول أن تؤجج وليس أن تهدئ، وهذا ما لاحظناه بإرسال السلاح أو إرسال الصواريخ بعيدة المدى بالنسبة لأوكرانيا حتى تضربها إلى روسيا، بإفشال صفقة التسوية في الواقع اللبناني وعدم قدرتها على الضغط تحديدا على إسرائيل بأن توقف ضرباتها على منطقة جنوب لبنان، وما يحدث اليوم في أرض قطاع غزة. إذا المشهد القادم يحاولون الاستدراج حتى يتم تحقيق الأهداف التي يريدها نتنياهو قبل أن يكون هناك تحقيق ما يسمى التسوية أو حالة التهدئة. الآن فيما يتعلق رؤية اليمين المتطرف
واستمرار التصعيد. المشهد القادم لا توجد هناك أي بوادر تهدئة إلا أن يأتي ترامب. ترامب سوف يضع السياسة، هذه السياسة، إذا شعر ترامب أن سياسة نتنياهو بالفعل أن سوف تكون عبئا اقتصاديا وأمنيا وعسكريا، تحديدا إذا تضررت المصالح الأمريكية، قد يعرقل توجهات نتنياهو. لكن باعتقادي هذه التوجهات سوف تكون في مصالح، على الأقل أن تحافظ على الأمن القومي الإسرائيلي، بمعنى أن يكون تقاطع أمريكي إسرائيلي لإنهاء حزب الله وإنهاء حماس وإنهاء الوكلاء أو الأذرع الذي يشير إليها الواقع الإسرائيلي أنها قوة منطوية تحت إطار إيران. إذا كان هناك إضعاف لهذه المهمة ثم يتم الانتقال إلى البعد الآخر المتعلق بالملف النووي الإيراني إذا لم ينجح بعض الصفقات أو المقايضات التي يشير إليها ترامب. فبالتالي هناك وجهتين، سياسة الترغيب وسياسة الترهيب. إذا لم تنجح سياسة الترغيب فيما يتعلق الصفقات والمقايضات التي يريدها الإسرائيلي، فأعتقد سياسة الترهيب أو سياسة التي تعتبر التصعيد هي القائمة. بشكرك شكرا جزيلا وبكتفي بهذا القدر. دكتورة تمارا حداد الباحثة في الشؤون السياسية كنت معنا مباشرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيف الكريم في الاستوديو الأستاذ محمد الأنور. أهلا وسهلا. الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام. ونتساءل إذا كانت إسرائيل استطاعت أن تبتز العالم على مدار أكثر من 8 عقود تحت ادعاء وزعم أنها ضحية للهولوكوست أو المحرقة، فهل يمكن القول بأن هذا القرار الذي صدر بحق نتنياهو يفسد هذه الأكذوبة وهذا الزعم؟ أولا يعني لابد من التأكيد على أن إسرائيل ليست القوى الخارقة، ولكن ما تقوم به إسرائيل وما يحدث من الولايات المتحدة وغيرها من دول الإطار الإقليمي لدول الدول العربي لا يعود إلى قوة هذه الدول بقدر ما يعود إلى الضعف العربي العام والتناقض. نقطة يعني أشير إليها أن نتنياهو يريد بلبنان الضغط على لبنان، ليس بعد أن نجح في استئصال قيادات حزب الله، يريد الضغط بقوة على لبنان ليس لتحقيق مكاسب على المدى القصير أو المتوسط، ولكنه يريد تحقيق مكاسب استراتيجية من خلال تفجير بنية المجتمع اللبناني. نتنياهو يعني يجد فيما يحدث أو فيما يجري الآن بتواجد بايدن ومن بعده ترامب فرصة تاريخية لإعادة رسم خرائط المنطقة بما يتوافق مع حلم دولة إسرائيل الكبرى. والجميع يتابع التصريحات، وأنا عندما نقول إسرائيل الكبرى ليس بالضرورة من الناحية الجغرافية، ولكن من الناحية الثقافية، من الناحية الاقتصادية وغيرها من الأمور. نعود إلى مسألة قرار المحكمة الجنائية الدولية. إذا أردنا هذا القرار من الممكن أن يكون بداية أو لبناء جديد وحيوي بالنسبة للدول أو لما تبقى من الدول العربية للبناء عليه للضغط. وعندما نقول الضغط لا نقول تصعيد الأمور والدخول في مواجهات عسكرية وحروب وغيرها من الأمور، المهم هو تقوية الجبهات العربية للدول العربية المتبقية. الضغط من خلال وجود آلية معينة، لأن هناك مبررات أخلاقية وقانونية وإنسانية تم التعبير عنها وترجمتها في القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية. ولابد للدول العربية، وعندما نقول الدول العربية نقول ما تبقى من هذه الدول، خاصة وأن يعني عدد لا بأس به كبير من هذه الدول أصبح ساحة لأجندات وصراعات على أرضه وبأمواله وبدماء أبنائه، وفي النهاية تصب هذه الحسابات في غير صالح الشعوب العربية. نتمنى أن يكون هذا القرار أو هذا القرار أن توظفه الدول العربية تحديدا، أن ترى دول كأسبانيا وكغيرها من الدول، هناك من قطع العلاقات، هناك من جمد العلاقات، هناك من رفض السماح بمرور طائرات عبر أجواءه. لابد من الضغط. وعندما يعني نقطة مهمة وحيوية، أن الرئيس القادم الذي يراهن عليه الجميع كما راهن على الحالي وهو بايدن، أمريكا لا تعلم ولا تدرك ولا يعني تفهم إلا لغة المصالح. بمعنى أوضح، أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية إذا رأت أن هناك تهديدا لمصالحها الحيوية في المنطقة، وعندما نقول المصالح الحيوية بالدرجة الأولى المصالح الاقتصادية والعلاقات التاريخية، هناك ضغوط تمارس عندها أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب ستضغط على إسرائيل. وبدون ذلك سيأتي ترامب ومن قبله بايدن وستستمر المخططات وسيستمر نزيف الدماء وسيستمر
مستمر التهام الدول العربية دولة تلو أخرى. بدأنا بفلسطين المحتلة، ثم امتد الأمر إلى لبنان، ثم إلى سوريا، ثم بعد ذلك إلى العراق وهلم جرة واليمن وهكذا. النقطة الفاصلة، وهناك الكثير من الرسائل بالنسبة للدولة المصرية وبالنسبة لمصر، هناك وعي وإدراك سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي بحقيقة ما يدور في المنطقة. بس حبيت أنوه مع حضرتك أن اللقطات اللي احنا بنشوفها على الهواء دلوقتي هي لقطات مباشرة صحيح للضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وطبعا واضح من الصورة أنه في آثار قصف إسرائيلي مستمر. صحيح. ممكن ده بينقلنا للنقطة اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها يا أستاذ محمد. يعني يبدو أن شروط إسرائيل في استمرار الحرب أو في إيقافها خاصة مع لبنان شروط تعجيزية، يعني مطالبة لتعديل القرار 1701 بشروط يعني تنتقص من سيرة لبنان وتجرد حزب يا سيد الفضل. نحن أمام سيناريو إسرائيلي أمريكي متكرر ويتكرر منذ عقود. عندما بدأت عملية السلام والأرض مقابل السلام والسلام مقابل السلام والسلام مقابل الاقتصاد والسلام مقابل لا شيء، وفي النهاية لم نتحصل على شيء. وعندما بدأت الحرب الإسرائيلية في غزة بدأنا في مفاوضات وتبادل وهكذا ومماطلات وقرارات لمجلس الأمن الدولي، ولكن على أرض الواقع ما يجري ويحدث ونراه يوميا على الشاشات وعبر جميع وسائل الإعلام أن إسرائيل مستمرة ومتوادية في عدوان، وللأسف لا يوجد أي رد فعل إلا ردود الأفعال الشعبية من هنا أو هناك. ولكن على المستوى الرسمي نتمنى أن نرى مبادرة أو طرح رسمي عربي جماعي عربي على الأقل يتخذ إجراء ضاغطا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل، لأن الدول العربية بالرغم من حالة الوهن والتفكك والتضارب إلا أنها لديها الكثير من الأوراق التي من ملكم أن توظفها، لأنك إن لم توظف هذه الأوراق الآن لصالح حماية هذا الطرف أو ذاك فالدور سيأتي عليك. إسرائيل بتستهدف طبعا غدا. يعني أنا مش عايز أسأل السؤال وأجيب عليه، لكن أنا عايز شرح من حضرتك يوضح لنا النوايا الإسرائيلية الخبيثة. يعني بطبيعة الحال إسرائيل يبدو أنها بتستهدف يعني تقليب الداخل اللبناني على بعضه البعض. صحيح، ما يحدث هو تفجير محاولة، يعني إسرائيل توظف كل الأدوات لإنهاء الحالة. عندما دخلت إسرائيل إلى الجنوب اللبناني فلم تدخل للقضاء على حزب الله لمسافة 10 أو 15 عاما، ولكنها تتعامل على المستوى البعيد. إسرائيل لا تريد أن تواجه حربا في 24 وحربا في 2006 وطوفان الأقصى. إسرائيل تتعامل مع الأمور الآن ببتر والقضاء على أي تهديد مستقبلي. وعندما نقول مستقبلي فإسرائيل تفكر ليس في عقد قادم أو عقدين، بل في عدة عقود. والجميع يتذكر إذا كانت الذاكرة لديه الذاكرة يتذكر ضرب المفاعل النووي العراقي، اغتيال العلماء، أي كل ما يصب في القوى الناعمة والخشنة للعرب كانت إسرائيل تتعامل معها بسياسة الاغتيال والبتر. وعندما تمارس إسرائيل ضغوطا من خلال القصف، إسرائيل اغتالت قيادات حزب الله الصف الأول والثاني والثالث والرابع، والآن تمارس ضغطا على بنية المجتمع اللبناني التي للأسف لا نقول إلا أنها يعني شبه هشة أمام الضغوطات، خاصة وأن الجميع في مرحلة ما قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان كانت هناك أزمة انتخاب الرئيس وهناك أزمة اقتصادية حادة والدولة اللبنانية والمجتمع يعاني. وإسرائيل الآن تريد بهذه الضغوط العسكرية تفجير لبنان من الداخل للقضاء على أي تهديد. كيف يمكن منع ذلك أستاذ محمد، وخاصة أنه يعني إذا كانت الخطة الصهيونية بهذا الوضوح فلا أقل من محاولة لإفسادها؟ يعني إذا كنا نتحدث عن أنه بعد غزة والضفة ولبنان هناك مراحل أخرى، لماذا لا تتوقف هذه الخطة عند لبنان وتفسدها لبنان؟ كيف يمكن للبنان أن يفسد هذه الخطة؟ يعني هذه النقطة بالدرجة الأولى يحددها وعي الشعوب. هناك الكثير من الفخاخ التي تنصب للشعوب لإحداث نوع من التفجير الداخلي وتفتيت المفتت وتجزئة المجزأ لتتحول إسرائيل هي الحاكمة. وهذا أمر واضح، ولا نقول أنها نظرية المؤامرة، هي مؤامرة موجودة ومخططة، والآن للأسف نراها تترجم على أرض الواقع. المعنى ليس في قوة الأعداء ولكن في قوة
المستهدفين وفي وعيهم. النقطة الأساسية والحاسمة وهي يعني وهي ونتعرض لها الآن في مصر هي ممارسة الضغوط على المجتمعات، ولكن إذا كانت هذه المجتمعات في حالة من الوعي والتماسك، فوعي الشعوب وتماسكها هو ما أبطل وسيبطل أي مخططات. علينا أن نتذكر جميعا زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للسودان والتي سبقت الحرب، علينا أن نتذكر ما حدث بفصل جنوب السودان عن شماله، علينا أن نتذكر ما يحدث في اليمن، علينا أن نتذكر الكثير من الأمور التي هي شاهدة وواقعة وممتدة ومستمرة. النقطة الأساسية هنا أن لن ولم يوقف العدوان ولم يوقف ما يحدث في المنطقة إلا الدول المستهدفة بهذه الخطط والمخططات. وعندما نقول الدول المستهدفة بالخطط والمخططات نتحدث عما تبقى من العرب، من الدول العربية، الدولة الوطنية العربية، وهو ما أكدت عليه مصر وتؤكد مرارا على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالأمس كان هناك اجتماع أشار إلى هذه. ذكر حضرتك والسادة المشاهدين أنه في لقطات بث حية مباشرة من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وطبعا في اشتداد في القصف الإسرائيلي منذ الأمس، وبرضو بعض اللقطات أو بعض تفاصيل الصورة بتشير إلى بعض الأماكن التي انفجرت فيها صواريخ أو مخزوفات إسرائيلية، ولا نعلم على وجه الدقة حتى الآن كم خلفت من الضحايا والأضرار، لكن يبدو أنها بتأتي في إطار خطة إسرائيل واستمرارها في استهداف جنوب لبنان. وطبعا كما هو معلوم وكما ذكرنا منذ قليل أنه إسرائيل بتطالب بأنه حزب الله يكون في شمال نهر الليطاني وأن ينزع سلاحه وأن يكون لها حق الدخول واستهداف الجماعات التي يمكن أن تستهدفها وما شابه ذلك، وكلها شروط كما نوهنا منذ قليل شروط تعجيزية وشروط لا يمكن أن تحقق سلام وتفقد الدولة سيادتها. وهذا أمر يعني لا أعلم كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقبله كنوع من أنواع التسوية. المجتمع الدولي الرسمي قبل استمرار العدوان في غزة، قبل حصار غزة، قبل مسألة الأونروا. نحن نتحدث عن فن، عن ممكن. السياسة هي فن ممكن. عندما تتحدث عن شيء لابد أن تتحصل على شيء على أرض الواقع. ما يحدث على أرض الواقع هو استمرار للمخططات الإسرائيلية وللعدوان ولسفك الدماء الأطفال والنساء تحت ذراع متعددة. حزب الله حتى فيما ذكر لبنانيا ومن قبل مصادر حزب الله أن نصر الله، السيد نصر الله قبل كان سيقبل بالقرار 1701 قبل الضربة الإسرائيلية التي استهدفته وأودت بحياته. بمعنى أوضح أن المسألة يعني في اعتقادي لا تعود إلى 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 إلا إلى ضعف الأطراف المستهدفة، خصوصا وأننا عندما تحدثنا كان هناك 7 أكتوبر ضد غزة ودخلنا في حرب مستمرة وممتدة، ثم إسناد، ثم لبنان، ثم امتداد العدوان، ثم 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 المجتمع الدولي الذي رهن عليه لا هو الذي قدم الأسلحة الثقيلة والقنابل الخارقة للأعماق وغيرها من الأمور، والتحديد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. الذي يعني بمعنى أوضح يصمت أوضح الآن عن تدمير قطاع غزة الذي دمر بالكامل. وهذا سؤال إضافي أستاذ محمد، يعني ما الذي تستهدفه إسرائيل بعد تدمير القطاع عن بكرة أبيه بهذه الصورة؟ تستهدف الاستيطان وضم القطاع وتحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة، وما زالت الأهداف والخطط المحددة من قبل نتنياهو وحكومته بطرد الفلسطينيين إلى 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 الأردن وإلى مصر ما زالت قائمة، خاصة وأن الأمور الآن تطرح أن هناك تم تقسيم قطاع غزة إلى محاور شمالية ووسطى وجنوبية، وهناك عودة للاستيطان في شمال غزة. بمعنى أوضح وأدق أن وقف العدوان أو التصدي له لا يكون صحيح. القنوات الدبلوماسية وغيرها من الأمور قنوات جيدة وممتازة، ولكن لا بد من إجراءات حاسمة وحازمة على الأرض توصل رسائل للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بضرورة الاستمرار في الأمر، لأننا إذا لم نمارس هذه الضغوطات وهذه الأوراق التي تمتلكها الدول العربية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الآن، فإن هذه الدول ستكون هي مستهدفة سواء من ناحية الاقتصاد أو من ناحية
الجغرافيا أو من ناحية ابتزاز الأموال لصالح استمرار المخطط الذي يستهدف المنطقة، وهو واضح ومعلن، بل إن البعض من الدول المستهدفة تشارك في هذا المخطط لأهداف لا يعلمها أحد. بننوه مرة تانية مع حضرتك لأنه اللقطات اللي على الهواء مباشرة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وبالطبع كان أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفر كلا بجنوب لبنان برقة صاروخية بالأمس. أشار الحزب في بيانه إلى أنه نفذ خلال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم 3 استهدافات لتجمعات جيش الاحتلال عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام برشقة صاروخية، وأضاف أنه تصدى لمحاولات توغل قوات الاحتلال في بلدة الناقورة من أطرافها الشرقية، مشيرا إلى استهداف تجمعات للاحتلال عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام. يعني يبدأ أستاذ محمد أنه في استهداف إسرائيلي بإعادة احتلال جنوب لبنان صحيح. بالعمليات التدريجية أو المناورات العسكرية أو الدخول البري في بعض مناطق والانسحاب ثم الدخول مرة أخرى أو تفجير بعض مباني أو تدمير، وهو أمر معلن، الأماكن اللي موجودة حتى تحت الضاحية الجنوبية في عمق الأرض. صحيح، هذا الأمر معلن من قبل الحكومة الإسرائيلية، وهو سيناريو متكرر وتكرر في غزة، بمعنى أوضح وأدق أن عندما حدثت الأمور وبدأت الحرب في غزة وبدأ العدوان الإسرائيلي على غزة، إسرائيل كانت تقدم هذه الذرائع، ولكن في المقابل كانت تعلن بوضوح أهدافها. إسرائيل الآن تريد القضاء على حزب الله ونجحت في ذلك بنسبة عالية، تريد تأمين الحزام الشمالي لمنطقة شمال إسرائيل ومستوطنات شمال فلسطين المحتلة من خلال إقامة منطقة عازلة ومنطقة ممتدة إلى ما قبل جنوب نهر الليطاني. هذه المنطقة تحت ولاية القوات اليونيفيل، تحت ولاية الجيش اللبناني، هناك ضمانات، ولكنها في النهاية تنفذ مخططها وخططها على الأرض بتواجد عسكري واحتلال عسكري يضمن أمنها. ولكن الحقيقة المؤكدة الغائبة عن إسرائيل وعن الولايات المتحدة الأمريكية أن سلام إسرائيل وبقاء إسرائيل في المنطقة لا يجدي ما يحدث الآن معه نفعا، خاصة وأن مسألة الأمن باتت يعني لدى هناك الكثير من المهددات ووسائل التأديد للوصول إلى العمق الإسرائيلي. أمن إسرائيل الحقيقي لن يتحقق إلا بوجود اتفاقيات سلام أو وجود سلام دائم وشامل للتعايش، وهو الأمر الذي لا تقتنع به الحكومة الإسرائيلية الحالية التي ترغب في ضرب. الواضح أن احنا لم نصل بعد إلى الذروة التي تسبق التسوية، ويبدو أن الذروة ديت يعني بهذه الحسابات لا أعلم هل أمامها عام مثلا من حكم ترامب المقبل؟ يعني يجب أن ألا نعول على ترامب كثيرا ولا على بايدن كثيرا. أمور المنطقة وخلافات المنطقة وصراعات المنطقة لا يديرها ولا يتحمل مسؤوليتها إلا أهل المنطقة. أما أن تجلس منتظرا الحل سيأتي به ترامب أو بايدن، لا بد من حل يكفل بقائك أولا وأخيرا على أرض الواقع، يكفل الأمن للجميع. أما ترامب لديه رؤية، وللأسف الإدارة الأمريكية القادمة هي أكثر تشددا من ناحية ضمان أمن إسرائيل وغيرها من الأمور عقائديا أكثر من حقوق من الإدارة السابقة. جميع المؤشرات تدل على أن من اختارهم الرئيس ترامب هم من أشد المؤيدين لدولة إسرائيل، هم أكثر تطرفا صهيونيا لإسرائيل، وهناك الكثير من هؤلاء الرموز لا يؤمنون بوجود الفلسطينيين ولا وجود الضفة الغربية وغيرها من الأمور. نحن أمام حالة صعبة من التطرف، اليمين المتطرف سواء يمين في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إسرائيل، هناك تحالف وتطابق لتحقيق أهداف معينة على حساب الفلسطينيين أولا وهو ما حدث، وحساب شعوب المنطقة سواء في سوريا أو في لبنان أو في مصر أو في السعودية أو في غيرها من الدول. وهي أمور لا نزيع أسرارا على الهواء، ولكن هذه الأمور معلنة ومنشورة من قبل القيادات الإسرائيلية ومن قبل كبريات الصحف العالمية بأن هناك خطط ومخططات تجري على الأرض. ولكن الغائب عن المشهد الذي نتمنى أن يظهر بالفعل الحقيقة هو الضحايا
الرعايا وهم العرب. الدول العربية صحيح. لا تقول أن هذه الدولة بعيدة عن دائرة الصراع العربي الإسرائيلي، بعيدة هذه الدولة في الجزائر أو المغرب، ولكن الجميع في حالة من الاستهداف. أنت أمام كيان الجميع في خندق واحد، كيان يريد الاستمرار على حساب الأرض وعلى حساب الثروات وعلى حساب دماء أبناء المنطقة. وإذا كنت أنت بعيدا لا تدفع دماء أو تدفع أراضي، ولكن ربما تدفع غير. ستدفع اقتصاد، وهم دفعوا بالفعل الكثير من الأموال، مليارات الدولارات دفعت لنرى ما يحدث الآن للأسف بأيدي عربية والضحايا عرب، والغائب دائما هو الطرف الضحية. نتمنى أن يعود العرب ليستفيقوا ويبنوا على القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية، لأن هذا البناء هو أساس لحماية ما تبقى من الدول والمجتمعات بالتأكيد. العربية. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد الأنور الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا، شكرا شرفتنا. جزيلا يا أستاذ أيمن، وكل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء، دمتم في أمان الله.